واقف في مكان، بس حصل ديستربنس ان انا
it's a lot of big surfaces with every type of body. We do have salons. وهي تطبق في السيرفيس بتاعت البودي بتاعته باختلاف اللبس بتاعها وبدل تتخبطت فيها هترجع تاني الساونز دي بس طبعا بايه بفرص مختلفه وبعدين ياخدوا الساونز دي يحولوها الى ايميج واقدر اصور الصوره للايه للبارتس اوف ذا بودي باي يبقى ايكون هو ريفليكشن اوف لا ساوند. أنا التون فور أو فايبريتنج موشن ده بيعمل لي إيه؟ بيعمل لي كومبريشن الضغط اللي أنا ضغطتها وريفاكشن. أنا ضغطت بالبريشر بتاع الستيمولس وبعدين نقلت البريشر بتاعي ليه؟ اللي جنبي وبعدين رجعت أنا تاني ليه؟ ريفاكشن. حتى ما رجعتش للإكوليبريم لا رجعت ريفاكشن يبقى زدت كمان عن مين؟ عن النورم عن الإكوليبريم بتاعي يعني إيه؟ تو أند فرو. فالكمبريشن هيطلع مع البيك والريفاكشن هيطلع مع البوبل. يبقى انا عملت ويف تحرك البارتكلز ما بتتحركش بتتحرك بس الايه؟ الويف هي اللي بتتحرك زي ما بتحرك كده واحس ان في حد بالموفمنت ويف راحه وجايه يعني البارتكلز ما بتتحركش الا او اراوند الايكوليبريم بالانرجي اللي اتسببت. ده برضه اللي هو السلك الكبرت دوت برضه بيوريني مفيش برضه بتتحرك ما بتتحركش انتوا شايفينه هو سلك من ناحيتين ما اتحركش ما عملش للغايه كله ديسبليسمنت على المكان. يبقى هي ويفز اوف كومبريشن اند ريفاكشن اللي هي ديستربنس اراوند الاكوليبريم. لو انا سددتها هتديني الويف للبيك كوينسايد ويز ذات compression and the bottom coincide with rarefaction. The pressure يعني disturbance around the equilibrium pressure. فالأول ده هو البيك ده هو اللي بيجي أثناء الدير البريشر فده الأمبليتيود بتاعي. هنا برضه الكومبريشن مع البيك اوف ذا ويف والمانيفاكشر مع مين؟ مع البوم. يبقى انا سجلت ويف فورم الويف فورم دي ليها بيكس وليها بوتومز بتوين تو سكسيسيف بيكس او تو سكسيسيف بوتوم بسميها ايه؟ سايكل والديستنس ما بينها سميها ويف ليكس. بس يوجوالي احنا بنعتبر ايه؟ بنتكلم على البيكس أكتر من البوتوم، لكن ممكن لو قست المسافة بين تو بوتومز هعتبرها إيه؟ الويف ليج. وما بين التو بيكس وات إيه؟ سايد. طيب الساوندز ده ليه كاركتر؟ الويف ليج إحنا قلنا عليها بين تو بيكس، تو سكسيسيف بيكس أو تو سكسيسيف بوتوم وليه أمبليتيود وليه فريكونسي. والفيلوسيتي هي الايه؟ الفريكونسي. مالتبلايد باي ذا ويف. طيب الفيلوسيتي اوف ساوند ويفز هي البريشر تشينجز دي هي الكومبريشن والريفاكشن اوف ذا بارتيكلز اوف ذا ميديوم بتختلف من ميديوم لاخر طبعا الفيزيكال كاركتر بتاعت الميديا منها الدنست ومنها الكومبريسبيلتي وحاجات تانية تمبريتشر لكن اعرف ان الفيلوستي ان ديفرنت ميديا ديفر ان ديفرنت ميديا اكوردنج تو فيزيكال كاركتر فحقيقة قليلة في الميل حوالي 340 متر في السكن
شايفين هنا الكوبريشن لما سجلنا معاه الكوبريشن بتاعت البارتكلز بالستيمولس هو الساوند عمل ايه؟ سجلنا ايه؟ بيك بيك اللي هو البريشر تشينجز عند الاكوليبريم بتاعه وبعدين لما حصل ريفكشن سجل الفريكونسي الكاركتر التاني الفريكونسي الفريكونسي مينز نمبر اوف سايكلز بير سكند انا لما ابرسيف تمشي في الباسوي بتاعها من السنسور ريسبتورز للافنت الهاير سنترز هبرسيف الفريكونسي ده قال بيتش يبقى البيتش هو الايه؟ هو البرسبشن اوف ذا فريكونسي يعني وبوصفه بوصف الساوند يعني انا بقول ان الساوند ده هاي بيتش ما بقولش هاي فريكونسي بقول انا سامعاه هاي بيتش يبقى معناه كان الفريكونسي بتاعه ايه؟ اقل ولما اقول الساوند ده لو بيتش معناه ايه؟ ان الفريكونسي بتاعه لو فريكونسي عشان هنفرق بين الفريكونسي وما بين الامبليتيود طب نخلينا في الفريكونسي الاول يبقى لو انا عندي خمسه سايكلز ايه؟ احنا اتفقنا السايكل هي ايه؟ من بين ومين ومين؟ كويسه يبقى انا لو قلت 5 سايكل بير سكند و10 سايكل يبقى في مين؟ لو وهاي فريكونسي دي اوصفها بالايه؟ بالبيتش طيب الفريكونسي اللي الهيومن اير كان ديتكت من 20 سايكل بير سكند الى 27 ولان العالم اللي قال الكلام ده اسمه هيرتز فاديناه قلنا ان اليونت هتبقى مين؟ هيرتز وهيرتز مينز سايكل بير سكند او لو خدتها وحولتها بالكيلو يبقى هيبقى ايه؟ من 20 ل 20 من 20 هيرتز ل 20 كيلو هيرتز ده 20,000 اقسمها على 1000 يبقى 20 كيلو ده اللي هو الرينج بتاع اللي هو بيجي عشان الفريكونسي بيختلف باختلاف بالليفل يعني لو جبت انيمالز مختلفه هلاقي الرينج ده بيختلف يعني لو مثلا في الدوكس او الباس هيوصل ل 40,000 و 100,000 لو في صوت دلوقتي 40,000 فوق ال 20,000 هو هيبقى في صوت لكن انا مش هعمل له ايه؟ بيرسبشن لكن ممكن اقدر ليفل كام بيرسنت؟ برضه ولا حاجه لو اقل من 20 انا مش هعمل له بيرسبشن. لكن في برضه حاجه زي الايفنت بياخد من واحد هرتز ممكن يديتكت ذيس ايه؟ لو بيتش. طب الرينج بتاع الهيومن دوت لو هو اعلى من 20,000 اسميه ايه بالنسبه للهيومن؟ الترا ساوند. ولو هو اقل من 20 هرتز اسميه انفرا ساوند. الالترا ساوند برضه بيستخدموها في ايه؟ الالتراسونيك والايمجز اللي بيعملوها ليه البارس اوت لكن انا اقدر اسمعه هو من 20,000 هرتز او سايكل بير سكند في النورمال اير اللي ما عندوش ديزيز ولا هو اولد ايج. الافرج سبيتش بتاعنا الفريكونسي من 2000 5000 هرتز او سايكل بير سكند. لو قل الهيرنج ابيلتي عن الهاير فريكونسيز بتاعتنا هسميه بريس باي كوزس. يبقى البريس باي كوزس هو ديكريس ان ذا ابيلتي اوف هيرنج هاير فريكونسيز. في الاولد ايج. طب احنا عندنا دلوقتي الايه؟ لو انا قارنت الايه بالسي الايه بالنسبه للسي اقول ايه بالنسبه للفريكوانسي؟ في التايم واحد الايه؟ لو فريكوانسي كومبيرد تو ذا ايه؟ تو ذا سي
كانت هو الامبليتود او الانتنستي اوف ذا ساوند. انا لما اعمله بيرسبشن هقول على ايه؟ ديجري اوف لاود. يبقى اقول الصوت ده لو ميديوم هاي لاود لاود. يبقى البرسبشن بتاعي عشان كده بقول الامبليتود بيبقى كومبليتد ويز لاود. طب ايه بقى هو الامبليتود؟ مين اللي بيحدد الامبليتود؟ البريشر تشينج اللي انا ابلاي من ايه؟ بالساوند بتاعي. يعني انا لما اتكلم بصوت مرتفع واتكلم بصوت منخفض، هل الانرجي واحده؟ لا. يبقى الارتفاع دوت هو الامبليتود بتاعي. لو كلمت نفس الريت، يعني بتكلم جمله بنفس الريت بتاعي بكلمها بنفس الريت، يبقى الاعلى هو الايه؟ الامبليتود. يبقى قوه الساوند هي لاودنس، هي دي بتعبر عن مين؟ عن الامبليتود. سواء كان الفريكونسي لو او يعني انا ممكن الفريكونسي هاي واخليها ايه؟ هاي امبليتود واخليها لو امبليتود اللي هو اللاودنس بتاع التيست اكوردنجلي البريشرز اوف ذا ستيت. ممكن اعبر عليه بيحصل مع الكومبريشن اللي هو البيك بتاع مين؟ البيك بتاع مين؟ وهكذا ال10 اس 7 لو حسبتها بالفورمولا هيطلع 140 دي سي. يبقى لو قال
órgão. Tá. E a virtude corresponde a mim de compreensão ou reflexão. De mim de compreensão. وده اللي بيحدد الداونس بتاعي ايه؟ الشعب. دلوقتي ايه وبي وسي بسميهم بيور تو. بيور تو. وين؟ اوف كوبريشن وين اوف رانيفاكشن اللي هي بتبقى البيت دوت كوينسايد مع compression and reflection coincide with the body. يبقى ده بروتو. دي وإي دي كومبلكس. كومبلكس ويفز. أنا عندي البريشر من هنا 1 2 3 4 أو 3 وبعدين نرجع تاني reflection ونرجع تاني كومبلكس وريفكشن هنا كومبلكس ويف وريجولار. دي أجريسيف أز ميوزك. يبقى لو كومبلكس ويفز periodic, regular, it is perceived as music. لكن لو كانت complex ولكن ما فيش periodicity وما فيش regular. زي ايه؟ يبقى دي perceived as noise. طب لما نيجي اقارن ال B بال A بالنسبة لل frequency مختلف ولا the same؟ يبقى ايكوال بي. طب بالنسبه للامبليتيود او الانتنستي ويل بي هاير انتنستي يعني اعلى مين؟ عن الايه؟ طيب لو جينا للبي مع السي مين الفريكونسي؟ ايه الاختلاف ولا مفيش؟ السي هاير فريكونسي وأقل في الأمبليتيود. وزي ما هو ما يمنعش إن أنا تسير الفريكونسي ممكن أخليه إيه؟ هاي الأمبليتيود وإيه؟ لو أمبليتيود. يبقى هنشوف ده في المينيمال وده تريجير. في المينيمال في الجيوبيليتي كير أنا عايزة أحدد الإنتنستي بتاعت perceived by human at different frequencies. يعني انا عندي frequencies عندي اصوات بfrequencies مختلفه. عايز اشوف كل frequency من ده الستريشن بالنسبه لي انا. وهابلاي الفريكونسي ده بديفرنت ايه؟ ديفرنت امبليتيود لحد ما ايه؟ اسمعه. لما سمعته هو ده الستريشن بتاعي الفريكونسي ده. يعني انا عندي هنا فريكونسي ادي تريس. يعني المينيمم كونتيبيليتي كيرف انا بعمل تريسنج للانتنستيز اوف ديفرنت فريكونسيز بس تكون الفريكونسيز دي في الرينج بتاعي هو من 20 هرتز ل 20000 هرتز او من 20 سايكل بير سكند ل 20000 او من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز. يبقى انا لو جبت اصوات في الفريكونسيز دي وجبت كل فريكونسي بديفرنت انتنستيز وابلاي الهيت بتاعتي هسمعهم وعامل ستريشن بواحد منهم. يبقى ده ستريشن يبقى معناه ان الهيت بتاعتي بتستخدم الفريكونسي ده عند ستريشن بايه؟ معين. يبقى كل فريكونسي هابينج سبيشال فور ذا هيومن اير. فانا هجيب 20 هنا بسكيت كيلو هرتز فالاثنين من 100 هي 20 ايه؟ هرتز. وهقبلها عند الزيرو للسابق ديسيبال 20 ديسيبال للسابق 40 ديسيبال. سمع عند مين؟ قريب من ال 100 او عند ال 80 مثلا. أداء الفريكونسي ده الاستريشن ده على النيومن برين جاي 80 ديسيبل وهكذا. يبقى
tuvam de zimul strâng. عندش يوم السابع سمع عند مين حوالي 25 ديسيبل هو الايه المية او واحد من عشرة. يبقى لما سمع هو ده السريشن، السريشن بتاع الفريكونس اللي هو 100 سايكل بس انا التالي وحاول اعمل كده لكل مين في الرينج بتاعي. حلال الكيرف زي ما احنا شايفين كده اقل حالة اقل انتنستي على مدير الابلاي فريكونس داون سمعته على طول عند مين؟ حوالي 0 ديسيبل. 0 ديسيبل ده معناها ايه؟ هايست ولا لوست؟ لوست ايه؟ ثريشولد. لوست ثريشولد. ودي ماكسيمم سنستيفيتي. انا كل ما جاي الستيمولس بتاعي ضعيف واحسه يبقى ده معناها ان ايه؟ ان الريسبتور بتاعي سنستيفيتي موست سنستيفيتي. طيب لا بد برضه ان الرينج دوت الفريكونسي اللي هم اول ما بدأوه بزيرو ديسيبل والاير سمعته هو 4000 هرتز 4000 سايكل بير سكند او طبعا حواليها قليل برضه حوالين الرينج بتاع الزيرو ديسيبل فقال هو من الرينج من 2000 ل 5000 هرتز. يبقى الفريكونسي من 2000 ل 5000 هرتز او 2 ل 5 كيلو هرتز هو ده الاثنين بتاعتي ليها الايه؟ الماكسيمم سنستيفيتي او اللوست ثريشولد معناه انه ابلايد باي زيرو ديسيبل. وزي ما قلنا لو انا بدا الشخص يقل قدرته على سماع الفريكونسيز الهاي هي 20000 10000 ده بيحصل اكتر في الاورجن ايه نتيجه للتشينجز الايجنت في الاورجن اوف ذا اير وبسميه بريس بايس. يبقى انا اتكلمت على الساوند وقلت ان الساوند اللي انا هديتك باي ذا اير لازم يتنقل في ميديوم فيها بارتكلز عشان يعمل كومبريشن والانفكشن فيبريشن تشينجز. وقلنا ان ليه كاركتر الفريكونس والامبليتيود اللي انا هعمل ريسيف ده ايه بيتش. ده بيديني فكره عن مين؟ هاي فريكونسي. هاي بيتش مينز هاي فريكونسي ولو بيتش مين؟ ودايما بيقولوا ان الهيومن لو قلنا 6 ديفرنس مين لو قارنا الميل على في ميل بالنسبه للبيتش مين الهاي بيتش ومين اللو بيتش؟ مين عنده معلومات عنه؟ في ميل هاي بيتش في ميل هاي بيتش معناها هاي فريكونسي. طب ليه؟ كومبير ليها الميل لو بيتش يعني لو فريكونسي ليه؟ فوكر فوق اختلاف في ال في الفوكر فوكس. يبقى انا عندي البيتش كورليت ويز ذا فريكونسي اللاودنس كورليت ويز ذا امبليتيود وعرفنا نحدد ال الانتنستي بتاع كل ساوند بالفورمولا اللي هي لوغاريتم سكيل عشان عندي اكستريم في الانتنستيز. وبعدين حددنا قلنا ان كل فريكونسي عشان الشخص يسمعه لازم يكون ليه امبليتيود اللي سمعه بيه اسميه ستريشن فور ذيس فريكونسي. واللوست اللي هي 0 ديسيبل وزنها عند مين؟ عند 4000 او ما بتطير 2000 و5000 هرتز. عشان اديك الساوند عندي الهيرنج سيستم اللي هو الاير بتاعتي والاير بقسمها ايه؟ 3 بارتس اكسترنال وميدل وانترنال اير. الاكسترنال اير اللي هي الاير بينا البارتس بتاعتها وبعدين الاوديتوري كانال وبعدين التمبانيك ممبرين وبعدين اكل بعد كده هو الايه الميدل اير. وبعد الميدل اير
هيبتدي تجي لي وجهه هنا اللي كابيجي فيلد وسكير هذه الميمبرونز الفرق الميمبرين وبعدين فيها دخل بقى ان هو تبرز نبدا ان هذه الاكسترنال اير ادي الميدل اير كابيجي فيلد وسكير بس مش محبوس الاير الاير بيخرج عن طريق مين؟ ستيريال تيوب الستيريال تيوب دي بتبقى في النيزوفايز عشان نحصل مين هو اللي الاير فلو تصدق تعمل انفكشن وتعمل ميدل اير انفكشن بتأثر على السمع بالإضافة إلى الإيه؟ إلى الساين والسيمبلز بتاعت الإنفلاميشن. طب الميدل إير دي فيها تلاتة بورد صغيرين بوسيتيف وفيها تو ماسك. خلينا إحنا بقى إيه بعد كده هم الإنترنال إير. الإنترنال إير دي جوه البيتروس بون هي بارت أوف ذا تمبرال بون. ولو فتحنا البيتروس بون هنلاقي إن الترنال دي برضه بوني وجواها ساكن كل ده عشان يبقى ايه بروتكشن للتوزيس ديليجيت بون اللي هي عباره عن الكوبيلا اللي هي السنين دي اللي هي كونسيرنينج فور هيرنج اللي فيها ريسبتورز فور هيرنج وبعدين في اللي هي الاستيبيول سيمي سيركولار كانال فكره الانساكيوم دول كونسيرنينج ويز في الـ طيب نيجي بقى الاكسترنال اير البارتس والفانكشنز بتاعتها الاكسترنال اير البنا كونسيرند ويز كولكشن اوف ذا ساوند وهيلب ان لوكاليزيشن اوف ساوند بتساعدني ان انا اعين مكان الساوند خاصه لو جت من فرونت او من اباب او من في ليفنجز تانية لو البنا دي ممكن تكون هي الأساس في الكولكشن في اللوكاليزيشن اوف ساوند زي في الإنفانت بتاعته فيها ماسلز بتتحرك بحيث إن هي تلوكاليز مين الساوند لكن هنا لوكاليزيشن اوف ساوند بيبقى أكتر في حاجات كتيرة بتدخل عوامل فيه وبيبقى لوكاليز بيرفكت في الهاير سيلف يبقى البنا تساعد بس في الايه؟ في اللوكاليزيشن. كونكشن اوف ساوندز ولما بكونكت الساوندز اللي هي البريشر تشينج دي انرجي بكونكت من مكان واسع الابنة دي بتعملها كونسنتريتد على نهايه اكسترنال اير بتاعت البلد من جريني يبقى انا كده بزود الانرجي على البلد من جريني وبالتالي هيحصل له فايبريشن بقوة وهقدر اسمع الصوت واضح. يعني معناها لو شخص ما عندوش الاير بينجي يبقى هيفقد احد عوامل الكولايزيشن هيفقد ان هو كونسنتريت الانرجي على التمبرنج ومعرض طبعا ان ده تعتبر ده بروتكشن هيعتبر برضه معرض لايه؟ للانفكشنز اكتر من اللي عنده الجيل بتاعه. هو عباره عن الاستيك وتيشو مغطى بالاستيك. بس الاكسترنال كانال، الاكسترنال كانال دي ممر هيوصلني الى الاير دراب. بتسكريت واكس برضه فور بروتكشن وبريفنشن اوف انتري اوف فورن اوبجكت. وبرضه ايه لما يمشي في الاكسترنال كانال ده بيكتسب وورم وموستشر فيبقى تلتت على التمبريك ممبرين. أول حاجة التمبريك ممبرين اللي هو هيبقى بعد كده على الميدل اير والتمبريك ممبرين ده ليه مواصفات أو بسميه اير دراب زي شايفين الشكل بتاعه كون شيب مش ستريت كون شيب وتنس وإلاستيك وابليونيك يعني ايه ابليونيك يعني ملهوش ناتشرال فايبريشن اي فايبريشن توصل له
characters of the Timberic memory. Plastic, tense, have muted, have no natural frequency, then stop vibration when the sound stops, and it is motion. And this is the function of the extended collection of the sound. It increases sound pressure at the tympanic membrane because it collects from large period to concentrate on the small hair diameter down one sound, tympanic membrane. Sound localization and protection. Sound localization, they were on the head. لكن بيعتمد على عوامل أخرى غير الاكسترنال أو الانترنال. بروتكشن الواكس أوف ذا اكسترنال تمبريك ممبرين بترانسميت الفايبريشنز للكومبوننت أوف ذا من الإير إلاستيك تنس Have a loaded, no natural. It vibrates by any sound besides transmitted through the external auditory cavity. Damp it, stop when sound stops. Stop vibration when sound stops. Middle ear, I miss the dead child.